بالنسبة لنا المفروض ننشمل ويا أقراننا اللي هم 32,787. اللي صار شنو؟ هاي الناس اللي طالعة طالب حقها بالتثبيت، حالهم حال أقرانهم اللي انشملوا قبل كم يوم، اللي هو يوم الثلاثاء الماضي بجلسة الوزراء. حاليا اللي ثبتوا اللي هم 32,787. شنو اللي صار اللي ما خلانا نثبت بهاي الفقره؟ انه الفقره باء تنص على انه فقط الدوائر المموله ذاتيا. احنا سابقا احنا تعاقدنا ويا الوزاره، زين، من اول تعاقد الى اخر عقد تعاقد على التمويل الذاتي، الكل تعاقدوا على التمويل الذاتي، بس بسبب انه تحويل الوزاره الى شركات بقرار 53 سنه 2017 واللي طبق بيوم 24/9/2018 حولونا الى مركز باعتبار احنا دوائر مهمه اللي هي دائره التشغيل والتحكم ودائره التدريب والتطوير. اللي صار شنو؟ هاي الفقره كنص قانوني طلعتنا احنا من هذا التثبيت، او طلعتنا من هاي الفقره اللي هي تخص تثبيت عقود الكهرباء. حاليا الوزاره ارادت تشملنا على الفقره جيم اللي هي تشمل جميع موظفي دوائر الدوله. فاحنا اللي نرجو من سياده رئيس الوزراء انه لا ينسانا، حالنا حال اخوتنا العقود، احنا عقود، حالنا حال البقيه. ليش احنا استثنونا؟ عندنا خدمه من 13 سنه الى 5 سنوات. وشنو السبب اللي يخلي هاي العقود ما تتثبت؟ فنرجو من رئيس الوزراء ومن السادة الوزراء ومن مجلس الوزراء ومن الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه يشملونا بالتثبيت، وإلا فهاي الدوائر هي من الدوائر المهمة، من الدوائر الحساسة، الدوائر مالتنا تدير عمل الوزارة بشكل عام. يعني هاي الدائرة اللي هي سيطرة الوسط وسيطرة الوطني وسيطرة الجنوبي وسيطرة الشمالي والتدريب والتطوير، اللي هي تأهل الكوادر اللي خاصه بوزاره الكهرباء، تاهلهم على مود يحصلون مكانات مهمه ومرموقه في الوزاره. بالنسبه للاعمال اللي المناطه بهاي الدوائر، بالنسبه للسيطره الوطني، سيطره وسط، الشمال، الجنوبي، نقل المعلومات من كل المحطات، زين، باتجاه المراكز، زين، صيانه الخطوط، النقل الفائق والضغط العالي، الصيانه مالتها لا مو بالتنسيق ويا هاي المراكز ما ممكن تتم، ما ممكن اي وحده توليديه تربط بالشبكه اذا مو بموافقتهم يسيطرون على التوليد، يحافظون على التوليد في حاله حدوث الاخطاء اللي يصير بالشبكه. هاي الكوادر اللي موجوده اللي حاليا هسه متظاهره هي اللي تحل هذا المواضيع اللي تخص الحوادث الشبكه، المناورات التشغيليه اذا صارت خطا في هذا التوليد او صار خطا في كذا، هم اللي يدخلون ويحلون كل الاشكالات اللي تصير بالمنظومه من البصرة وإلى شمال العراق. أستاذ، إحنا هنا وقفة احتجاجية لأن قرار مجلس الوزراء بتثبيت 33,000 عقد في وزارة الكهرباء. فوجئنا بعد القرار ثاني يوم أنه دائرة السيطرة والتحكم ودائرة التدريب والتطوير لم تشمل بذلك التثبيت، وذلك بحجة أنه 33,000 تمويل ذاتي ودائرة السيطرة والتحكم والتدريب هي تمويل مركزي، وهم قبل 4 أشهر أو 5 أشهر نقلوا على هذه الدائرة. شنو ذنبه؟ أصحاب عوائل وأصحاب أطفال وصار لهم 13 سنة و12 سنة إلى 8 سنوات عقود، ما ممكن أنه يبقون. فنرجو من رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي يكمل فرحتنا، وقفته جبارة للأمانة، وقف ويانا وقفة جبارة وثبت 33,000 عقود. أريد وقفته أيضا تكمل بتثبيت هؤلاء، عملهم جبار، شغلهم يعني بيتعب وهو عقد، يعني مشكلة كبيرة. فنرجو من عدم، وإحنا باقين على اعتصاماتنا ووقفاتنا الاحتجاجية إلى أن ينشملون ذولا بجلسة يوم الثلاثاء لمجلس الوزراء بتثبيت السيطرة والتحكم ودائرة التدريب والتطوير من 126 واحد. رجاء يعني نرجو من عدهم أن يكملون الفرحة، لا يخلون بها نقص. وجزاكم الله ألف خير وشكرا لوقفتكم معانا. اليوم طلعنا هاي المجموعة المظلومة والظلم اللي جرى عليها خلال 13 سنة،
إضافة إلى هذا الظلم 13 سنة أنه عينوا 33 ألف شملوهم بالتعيين ولم يعينوا هاي 403، وعدنا 126 سقطوا سهوا. إحنا جايين اليوم الناشد رئاسة الوزراء والناشد كل أعضاء رئاسة الوزراء أنه يشملون هاي العقود الفئة المظلومة اللي جرى عليهم ظلمين. الظلم الأول أنه 13 سنة هم لم يثبتوا كملاك دائم، والظلم الثاني أنه لم يشملوا كأخوتهم البقية 33 ألف. هذه المشكلة حدثت بسبب إشكالات إدارية، وذلك لأنه تم تسليم لم يستلموا رواتب لمدة 5 أشهر، فقرر الأستاذ قاسم الفيداوي بتحويلهم إلى شركات وتمويل ذاتي وتمغير ذاتي من أجل تفادي مشكلة الرواتب. بعد هذه المشكلة اللي صدر الأوامر مالتها شهر العاشر 2018، تم تحويلهم من عقود تمويل ذاتي إلى عقود تمويل مركزي، ولم يرجعوا إلى التمويل الذاتي. فلذلك أنه شوف أنه كل أخوتهم العقود في وزارة الكهرباء انشملوا في تثبيت على الملاك الدائم ولم يشملوهم الـ 403. إحنا نطالب كل من لديه سلطة، كل من لديه أمر في مجلس الوزراء أنه ينظر رحم بنظرة أبوية أخوية عطوفة لهؤلاء المظلومين، ويتم تحويلهم على الملاك الدائم، وإن شاء الله يفرحهم يوم الثلاثاء. لهم يومين إن شاء الله، إحنا مستمرين بالاعتصامات والمظاهرات خلال هاي المدة اليومين لحين إقرار تثبيت العقود كافة، لأن نحس أنه أكو فد غصة كلش عظيمة في صدورنا اللي ثبتوا 33 والذين لم يثبتوا اللي هم 400. فنطالب بتثبيت الجميع وليس فئة دون أخرى، والمساواة بين الجميع. نعم نعم للتثبيت، كلا كلا للتهميش، كلا كلا للتهميش، نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت، كلا كلا للتهميش. نحن مجموعة من عقود وزارة الكهرباء الذين هم مشوا من التثبيت، حيث ثبت أكثر من 33 ألف عقد وبقي 403 عقد لم يثبتوا بسبب خطأ كان من إدارية أو رأس وزراء، ما أعرف الخطأ، لكن خطأ إحنا ما نتحمله، خطأ ما يتحملون العقود أصحاب العوائل اللي جاي طالب بلقمة عيشهم بكل شيء، طالب حقوقهم. زين هم مشوا لأسباب يعني ما أعرف شنو الأسباب اللي همشتنا، بس إحنا نطالب هذا الخطأ إحنا ما نتحمله، ونطالب رأس الوزراء اسمه تنفيذ مطلبنا وتعييننا حالنا حال إخوتنا 33 ألف اللي ثبتوا، ومعتصمين الحين تثبيت إلى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. اليوم عقود التشغيل والتحكم، دارة التشغيل والتحكم ودارة بحوث الطاقة، اليوم طلعت تلتمس خير من رئاسة الوزراء. طبعا طلعنا يوم الخميس مظاهرة، اليوم تأخر علينا الرد، هو يريد نأكل على رئاسة الوزراء. ترى احنا عوائلنا إيجارات، عوائلنا متأذاية، حتى ما النواس نداوم، ما النواس حتى نطب الدوار مالتنا نداوم، نريد يساونا بأسوتنا بأقراننا. ما يحتاج هذا التأخير، ما يحتاج هذا التأخير، يعني هي كلها جرد قلم. رئاسة الوزراء موجودة، رئيس الوزراء موجود، الوزير مالنا موجود، شنو سبب هذا التأخير؟ ليش إلا للثلاثاء؟ يعني احنا نريد يستعجل رئيس الوزراء، لأن احنا أصحاب عوائل، تخصيصاتنا المالية موجودة، تخصيصاتنا موجودة بال 33 ألف، نطالب تغيير تخصيصاتنا من فقرة 11 باء إلى فقرة 11 جيم، حتى تشملنا هذه الفقره وتخصيصاتنا موجوده. نطالب رئيس وزير الماليه بتغيير هذه التخصيصات اسوتنا باقراننا. طبعا هاي العقود تدير دوائر تشغيل والتحكم، دار التشغيل والتحكم تدير كل العراق، طبعا دائره كلش عملها جبار، وشريان عصب وزاره الكهرباء. طبعا يا اللي تقول لي يقول لي مالي وهسه داوم، احس اني مغبون، احس حقي ما عندي حق، احس الدوله ما نظرت لي نظره العطف والابوه، لذلك تحس العالم اجتني مره ثانيه جاي ناكد المظاهره مالتنا مره ثانيه ومره ثالثه. وعدنا الثلاثاء يجوز عندنا اعتصام هنا امام رئاسه الوزراء. احنا نطالب رئاسه الوزراء ان تنصف ابنائها، هي تمثل الشعب وتمثل ابنائها خير تمثيل، ونريد ان تنظر لابنائها بعين واحده. ماكو هذا تمويل مركزي، هذا تمويل ذاتي، كنا نعمل بنفس الدوائر، يعني هذا راح يصير تفرق بنفس الدوائر، ليش وهي ما تقبل بالتفرقه؟
تخصيصنا موجود، شنو الضرر انه ما يتنفذ هذا التخصيص؟ شنو الضرر ما يتنفذ هذا التثبيت؟ وعندنا 126 واحد طبعا سقطوا سهوا، العفو نسيتهم، شاكر جنابك. عندنا 126 واحد، هذول ال 126 واحد سقطوا سهوا، دوائرهم ما رفعتهم بس اسمائهم موجوده. احنا اليوم جايين مجمعين نريد نطالب بأبسط حق من حقوقنا. احنا عقود دار التدريب والتطوير وعقود دار التشغيل والتحكم، احنا منشمنا بالقرار اللي اخير صدر بتثبيت العقود. السبب احنا ما نعرف السبب او كان اي شيء اداري او قانوني بالنسبه لهم. احنا عندنا موازنه 2013 فرحونا بتثبيت 33 عقد، احنا حالنا حالم الباقي العقود تفاجئنا بدائره، هالدائرتين ما شملت بالتثبيت. السبب يعني هالشيء اداري قانوني احنا ما نعرف، احنا نطالب بحقنا اللي هو التثبيت. صارنا 13 سنه 12 سنه خدمه، احنا هم خدمنا هذا الوطن وخدمنا الدائره وخدمنا الوزاره، فنطالب بهذا الحق بالتثبيت. واحنا ان شاء الله نتامل من عندهم خير، ونطالب رئيس مجلس الوزراء ينظر بالموضوع هذا وان شاء الله يشملنا بهذا التثبيت ويفرح هالعوائل هاي والناس الجاية. احنا طالبنا بحقنا قبل وطلعنا مظاهرات، يمكن دائرتنا من اول الدوائر اللي طلعت مظاهرات. يعني انا ما دا اريد يعني اقلل من شغل الباقين او كل وزارة الكهرباء، بس دائرة التشغيل والتحكم ما تباوع على مثلا ابو المحطة، يباوع على محطته، يباوع على وحدته التوليدية. انا دا باوع على كل العراق، اني دا باوع على كل العراق من خلال منظومتي، يعني السيطره كلها يمي. كميه الشغل اللي بيها كلش هوايه ويحتاج لمسؤوليه وضغط نفسي. زين اني متعاقده ويا الدوله على تمويل ذاتي، صار لي 5 سنين تمويل ذاتي ويا الدوله. زين اني ورا ما تطلع الموازنه يتحول تمويلي مركزي، اقوم انشال من الموضوع. يعني اكو فد غصه بداخلنا كلش قويه. يعني اني هسه كل اللي اتمناه والله العظيم، اني لا اوجه كلمتي لاي احد ولا اريد من اي احد، بس اتمنى يعني هاي رئيس الوزراء يباوع على وضعنا، خلي يجي يفوت على بيت كل واحد من عندنا، هذول ال 400 نفر خلي يفوت على بيتنا ويشوف كل واحد ظروفه شنو. ترى احنا ظروفنا كلش خانقتنا، احنا ما مجبور. اني شنو اللي يجبرني؟ اني مهندسه واوائل وداوم بقسم دراسات المنظومه، اني اشتغل دراسات قسمي 3 بنات احنا عقود، الدراسه اشتغلها تطلع تروح قبل للوزير، ارتباط مباشره بالوزير. زين اني شنو؟ اني اجي اشتغل 4 اشهر بلا راتب، شنو اللي يجبرني؟ شنو اللي يجبرني؟ زين اني من اريد من تردون من عندي انتاج غير بالمقابل انا اخذ حقي؟ اصلا هو راتبي 500,000، هو شو يسوي ال 500 بهالوقت؟ يعني انا لا اريد احتب على احد هسه ولا اقول انظلمنا ولا اقول احنا استثنينا، بس اقول ان 33,000 عقد انشمل، ما بقت على هال 400. خلي يجون ويانا يطبون على بيت ويشوف كل واحد شنو وضعه. 13 سنه خدمه ترى ما واقفه، كلش واقفه على مود. وشنو الفرق بين العقد التمويل ذاتي وشنو فرق عن التمويل المركزي؟ شنو فرقه؟ هو التمويل المركزي بالعكس مقر وزاره، كل الشغل عليهم، كل اللود عليهم، هاي تالي متالي يستثنى التمويل المركزي. زين اني من تمويل مركزي ايش مستفاده هسه؟ اني حولونا تمويل مركزي، قالوا رواتبكم بالذات اذا تتاخر. من تحولنا مركزي لحد هسه اني بعدني ما مستلم راتب، هاي صار 3 اشهر اني بعدني بلا راتب، وقبلها 5 اشهر واستلمت راتب مره واحده. يعني شلون شلون واحد عايش ويا هالوضعيه؟ يعني اتمنى يوم الثلاثاء يلقون حل، اتمنى يعني، والا يعني من بعدها والله ما نعرف شنو الاجراء اللي راح يصير. حتى عددنا بقى 300 شخص، هذا حتى وين تخليهم؟ يعني ايش تعتبره هذا عقد تفتح له مشروع؟ وينكم مشروع ينفتح على 300 نفر؟ ما اعرف شنو اللي راح يصير. احنا اعتصمنا وسوينا ضراب عن العمل من دائرتنا، يعني من يوم الخميس لهذا اليوم احنا معتصمين ومضربين عن العمل. السبب انه احنا ما انصفونا بالتثبيت، احنا حالنا حال بقيه العقود 33,000 عقد
اللي احنا استثنونا 403 بحجه انه احنا تمويننا مركزي، مع العلم احنا لما تعاقدنا بوزاره الكهرباء احنا تمويننا ذاتي. الحد قبل 5 اشهر اللي هو 24/9/2018 تحول تمويننا من تمويل مركز ذاتي الى تمويل مركزي، ليش؟ لانه سبب الرواتب، رواتب شان تتاخر علينا فحولونا لغرض الرواتب. طبعا اللي نطالبه احنا هسه حاليا انه يسوون لنا كتاب ملحق، اكو كتاب رفعه الدكتور رؤي الخطيب الى مجلس الوزراء انه يضمنونه من ضمن الفقره الماده 11 الماده الرابعه الفقره 11 جيم، فيا ريت انه مجلس الوزراء يصوتون عليه ثلاثات جاي، لانه من غير المعقول انه احنا 403 نستثنى من ضمن 33,000 عقد، يعني لا واحد ولا اثنين، وكلها عوائل، واحنا دار تدريب والتطوير ودار التشغيل والتحكم، والكل يعرف دار التشغيل والتحكم هي القلب النابض لوزاره الكهرباء، يعني احنا المنظومه تدار من قبل دار التشغيل والتحكم، منظومه الضغط العالي بالعراق كله كانتاج توزيع توليد من الشمال الى الجنوب. مراكز سيطرة عندنا جنوبي والشمالي ومركز سيطرة وسط مركز سيطرة وطني، بالإضافة إلى صيانات المحطات الضغط العالي. فاللي نطالبه أنه ينصفونه ويثبتون حقنا الثلاثاء القادم. إحنا اليوم مسوين وقفة احتجاجية هنا بالقرب من رئاسة مجلس الوزراء نقلا لمظلوميتنا دائرة التشغيل والتحكم ودائرة التدريب والتطوير لعدم شمولنا بقرار مجلس الوزراء اللي بيوم 26/2/3 الماضي اللي استبعدنا من التثبيت على الملاك الدائم. احنا اليوم بننقل معاناتنا، وهو يدري السيد رئيس الوزراء الاستاذ عادل عبد المهدي القضيه واصله اليه، لكن نريد من عنده نظره ابويه تثبيتنا على الملاك الدائم اسوه باقراننا اللي هم عددهم 32,787 تم استبعادنا احنا. ليش؟ لان متحولين ذاتي. احنا عقود وزارة الكهرباء، دائرة تدريب بحوث الطاقة ودائرة التشغيل والتحكم. الثلاثاء اللي مضت قرروا مجلس النواب تثبيت 33,000 عقد، ما عدا دائرة هاي الدائرتين التدريب والتطوير والتشغيل والتحكم، لأن تمويل مركزي. واحنا ما صار لنا غير بس يمكن 6 اشهر من صرنا تمويل مركزي، كنا تمويل ذاتي. احنا على اي اساس يظلمونا ويبعدونا عن التثبيت، مع العلم انه درجاتنا الوظيفيه والتخصيص المالي موجود، زي ليش احنا يظلمونا؟ هاي مظلوميه كلش، يعني احنا اصحاب عوائل، اقل واحد بينا عنده خدمه 5 سنين، يعني انا مثلا عندي خدمه 13 سنه واكثرنا احنا هالقد 13 سنه 12 سنه، اصحاب عوائل. احنا كعقود محرومين من الاجازات، ياما وياما بنات ويانا صارت عندهم ولادة ممنوع إجازة الولادة، حتى وحدة عقد توفت لأن داومت هي بعدها حديثة الولادة وداومت، فصارت عندها مضاعفات توفت. زين إحنا شنو ذنبنا؟ ليش همشونا؟ دنطالب من دولة رئيس الوزراء إنه يشملنا بالفقرة بالمادة 11 الفقرة الرابعة جيم بتثبيتنا، وهذا بس اللي نريده من عنده. نحن عقود وزارة الكهرباء، دائرة التشغيل والتحكم والتدريب والتطوير. احنا من دون اخوتنا وزملائنا ال 33,000 اللي ثبتوا على الملاك الدائم وصدر بهم قرار الثلاثاء الفات. طبعا احنا ليش استثنونا من هاي الفقرة؟ الفقرة او المادة 11 رابعا باء تقول تعيين كافة المديرات او تثبيت كافة العقود في المديريات والشركات الممولة ذاتيا، واحنا صار لنا 13 سنة دار التشغيل والتحكم تمويل ذاتي. اللي صار العام شهر العاشر من بعد ما انكتبت مسودة الدستور حولونا الى تمويل مركزي، ليش؟ لان رواتبنا تأخرت 5 اشهر وخانة التمويل الذاتي كان ما بيها فلوس، حولونا على التمويل المركزي حتى يعطونا رواتب لا اكثر ولا اقل. اندرجت الفقره بالموازنه وتم التصويت عليها وضربوا علينا كروس، احنا 403 عقد من دون زملائنا اللي هم 33,187. نطالب دوله رئيس الوزراء حسب كتاب وزير الكهرباء لؤي الخطيب المرسل اليه ان شاء الله يصوتوننا بالفقره او الماده 11 رابعا جيم
اللي هي تثبيت جميع متعاقدين في مؤسسات الدولة، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم يتم التصويت عليها وتفرحون كل هاي الناس. الـ400 عائلة صاروا 13 سنة منتظرين التثبيت وفرحوا ذاك اليوم واستثنيتوهم وقصيتوهم من هذا، إن شاء الله ينالون عطفكم الأبوي والأخوي. كلا كلا للتهميش، 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 كلا كلا للتسويف، كلا كلا للتسويف، كلا كلا للتسويف. لازم شو نسوي؟ لازم نحسن الوضع، هاي الدوائر اللي مهمه حولوها لشنو؟ لا ناخذها.